أكد السيد أحمد نعيمي رئيس مركز التحول الرقمي وإدارة المشاريع والعمليات بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIPF بأن المعهد يواكب التغيرات العالمية التي تحدث في القطاع المالي والمصرفي من تطورات تكنولوجية وتحويلية إلى الابتكار والتحول الرقمي، حيث استقطب BIPF العديد من البرامج المتخصصة في هذا المجال والتي تقدم المهارات المطلوبة لسوق العمل وتساهم بشكل مباشر في تنمية القطاع، إضافة إلى تعزيز سمعة المملكة كمركز عالمي للريادة والابتكار. احنا تعاوننا مع شركة AWS بعد وقدمنا برامج تدريبية في الحوسبة السحابية في AWS عشان نقدم مهارات معينة للأشخاص موجودين في البحرين أو الشركات أن يقدرون يطبقون الـ AWS وأي تقنية ثانية بشكل سريع بشكل يعني بشكل كبير، فاهمين كل الأمور اللي تتعلق فيه. في كثير نفس ما يقولون challenges أو تحديات اللي يمكن يواجهونها في مجالات الحوسبة السحابية ولا حتى في التقنيات الجاية، بس احنا كمعهد يهمنا كثير ان نسلط الضوء عليها ونبين حق الاشخاص ان هاي التكنولوجيا جاية، فلازم ان كل شخص في البحرين وكل عضو في كل مؤسسة انه يفهم شلون يقدر يجتاز هاي التحديات وشلون انه يقدر يستخدم هاي التكنولوجيا للمنفعة الخاصة والمنفعة العامة كلها. بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 10,286,815 سهما ووحدة، وقد بلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة بقيمة قدرها 1,787,426 دينارا بحريني نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 303 صفقات، وقد تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 22 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 10 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابقة، حيث استحوذ على المركز الأول في التعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، وكانت المرتبة الثانية من نصيب قطاع الاستثمار. أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول، وجاءت في المركز الثاني مجموعة GFH المالية. رحبت وزارة المالية السعودية بالبيان الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة خلال شهر مايو 2019، حيث أفاد البيان بأن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة حققت نتائج إيجابية وتعافي الاقتصاد غير النفطي، مما أسهم في تحسين نتائج الاقتصاد في العام 2018، متوقعا أن يتسارع النمو الاقتصادي غير النفطي الحقيقي بنسبة 2.9% في عام 2019، مفيدا أن زيادة الإنفاق الحكومي وتنفيذ الإصلاحات دعما النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك القطرية تواجه ضغوطا متزايدة من الانكشاف المرتفع على سوق العقارات المتباطئة التي تضررت بسبب فائض المعروض المرتبط باستعدادات إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، وشهدت قطر تراجعا في أسعار الإيجارات بنسبة 20% في الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث يتوقع المحللون أن تشهد هذه الأسعار المزيد من التراجع في الأعوام الثلاث المقبلة. انطلقت المرحلة الأولى من عملية بناء مطار شركة أمازون الجديد قرب مدينة سنسناتي الأمريكية، وأعلن الملياردير الأمريكي بيزوس انطلاق مشروع مطار أمازون الجديد الذي سيكلف 1.5 مليار دولار، وتهدف أمازون بالمطار الجديد إلى السيطرة بشكل أكبر على عمليات الشحن لبضائعها حول العالم وتقليل الاعتماد على شركات النقل مثل فيدكس ويو بي إس.